السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من حلقات قناة السكولة ودرس جديد من سلسلة دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد عندي الجزء الثاني من الدرس الرابع من الوحدة الرابعة، وآخر درس عندي في منهج التاريخ، ودرس طويل شوية فهنحاول نقسمه على أكتر من جزء بحيث يبقى الدرس بالنسبة لك سهل. احنا كنا وقفنا في الاحداث ان الوفد المصري لما سافر مؤتمر الصلح جات له حالة احباط شديدة جدا، لان كل الدول اللي كانت موجودة بما فيهم الرئيس المنافق الكذاب ويلسون الرئيس الامريكي انكر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها واعترف بالحماية البريطانية على مصر. الوفد المصري رجعوا في حالة احباط. بريطانيا كانت ما بين نارين، خايفة من الشعب المصري ومن ثورته ورفضه للاحتلال البريطاني. قلت لك الشعب المصري ده لازم تعتز بانتمائك للوطن مصر والشعب مصر. شعب مصر دايما بيرفض الظلم وبيرفض العدو الاجنبي، بيرفض الاحتلال الاجنبي، فعايزه تعمل حاجه. هي مش عايزه تمشي، بريطانيا مش عايزه تسيب مصر، هي عايزه تحتل مصر، بس في نفس الوقت برضه خايفه من رد فعل الشعب المصري. فاعمل ايه اعمل ايه؟ لقيت الحل، جابت واحد اسمه اللورد ميلنر. مين اللورد ميلنر؟ وزير المستعمرات البريطانيه. حاج ميلنر اعمل لجنه اطلع على مصر، حاول تقنع الشعب المصري ان يقبل الحمايه البريطانيه، وان الحمايه البريطانيه حاجه جميله. نزل حاول يتفاوض مع طوائف الشعب المصري، كل ما يروح يكلم حد من الشعب، الشعب اصلا كان بيرفض التعامل معاه، وما بيقولوش الا جمله واحده: انت جاي لي ليه؟ انا عامل توكيلات لسعد زغلول والاعضاء الوفد المصري، فما تجيليش انا، انا اللي بيتكلم باسمي سعد زغلول. النقطه دي مهمه، لان بيجي دايما سؤال: ماذا يحدث اذا قبلت طوائف الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر، أو قبل الشعب المصري التفاوض مع لجنة ميلنر؟ لو كانت تفاوض معهم معناه كده إنه لغى التوكيلات اللي هو عاملها لسعد زغلول ورفاقه، فكده ما عادش قدام ميلنر أي وسيلة غير إن ياخد بعضه ويروح يتفاوض مع سعد زغلول اللي بيمثل الأمة المصرية. راح يتفاوض معاه سعد زغلول، راجل وطني، قعدوا الاثنين يتفاوضوا مع بعض، وصلوا لبنود معاهدة ومشروع معاهدة. سعد زغلول من الشخصيات الوطنية بجد لما تقرأ عنها بتحبها جدا. ليه بقى؟ سعد زغلول عنده حس وطني وعنده احساس بالمسؤوليه. هو وصل معاه المشروع معاهده، يمضي عليها سعد زغلول؟ لا، لازم يعرضها على الشعب عشان الشعب يبقى شايف كل حاجه، ويا الشعب يوافق الشعب يرفض. كل جموع الشعب المصري رفضت مشروع المعاهده اللي ما بين سعد زغلول وميلنر. ليه؟ لما بدا يقرا البنود اتضح لهم ان مش هيدي استقلال حقيقي لمصر، هيدي استقلال منقوص، استقلال اي كلام، استقلال سوري وش، استقلال يعني بيضحكوا بيه علينا. فبناء على رفض الشعب سعد زغلول يرفض وما يوقعش على المعاهده. ده بيدل على مدى مسؤوليه سعد زغلول الوطنيه وخوفه على الشعب وقد ايه تقديره للمسؤوليه. فتيجي بريطانيا: طب نتفاوض مع حد تاني، نروح لرئيس الحكومه في الوقت ده. رئيس الحكومه عند رئيس الوزراء كان اسمه عدلي يكن. اللي اتفاوض معاه كان وزير خارجيه بريطانيا في الوقت ده كيرزون، يبقى عشان كده بنسميها مفاوضات عدلي كيرزون. عدلي يكن حاول يتفاوض معاهم عشان يحقق مطالب الامان الوطنيه للشعب المصري اللي بيحلم بيها. جلاء هم مش عايزين، يمشوا مش عايزين. فعدلي قال لك: طب ما انا ممكن اتفاوض معاهم اخد منهم دستور، اعمل لمصر دستور. دايما انت لو تفتكر في عهد مصطفى كامل، في عهد محمد فريد، كانوا دايما بيطلبوا بحاجتين: الجلاء والدستور. طب احنا مش عارفين نجيب منهم الجلاء، ده فكرة عدلية كان، طب نجيب الدستور. بدأ يتفاوض معاهم على تحقيق دستور يحقق المطالب والأمان الوطنية. تفشل، حتى دي كمان بريطانيا مش عايزاها. فطبعا عدلية كان بدأ يحس ان الجانب البريطاني مش عايز يدي لمصر اي حاجة. شوف بقى الشخصيات الوطنية اللي بتحب البلد اكتر من حبها للكرسي، فيبدأ يكتب استقالة ويقدم استقالته اعتراضا على فشل المفاوضات مع كيرزون. وتحاول بريطانيا ان تجيب اي حد من رجال السياسة المصرية ان يجي يتولى المنصب ده، كل رجال السياسة في مصر يرفضوا، وتبدأ النفوس تغلي، ويبدأ الشعب المصري هيبدأ يثور من تاني. طبعا سلطات الاحتلال البريطاني بتخاف من مين؟ الزعيم الوطني الذي يمثل الأمة المصرية سعد زغلول، تقبض عليه للمرة التانية وتروح تنفل جزيرة سيشي، فالثورة تتجدد مرة تانية، ويبدأ الشعب كمان يضغط على بريطانيا ويقاطع البضائع الإنجليزية عشان يخسر بريطانيا اقتصاديا. فما تلاقيش حل غير ان هي تفرج عن سعد زغلول مره تانية. ونتفاجئ في صباح يوم 28 فبراير 1922 بريطانيا تطلع تصريح اسمه تصريح 28 فبراير 1922. بريطانيا من جانبها
من غير ما تتفاوض مع أي حد بيمثل الأمة المصرية طلع التصريح ده. التصريح بيقول إيه؟ بريطانيا تعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة. إيه ده؟ مصر دولة مستقلة؟ بريطانيا بتعترف بكده؟ آه. إلغاء الحماية البريطانية على مصر. جميل. إنهاء الأحكام العرفية. مفيش أحكام عرفية. مع وجود 4 تحفظات، ده بقى لعب الاحتلال البريطاني. بس بعد إذنكم معاد 4 حاجات. طب إيه هما يا بريطانيا؟ ما تسمعينا. تأمين المواصلات البريطانية في مصر. بريطانيا هتأمن المواصلات والدبابات والأسلحة بتاعتها اللي بتمر في الأراضي المصرية. الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي. يا عم انت مالك، أنا أعرف أدافع عن نفسي. حماية المصالح الأجنبية وحماية الأقليات، كل الشركات الأجنبية اللي موجودة في مصر بريطانيا مسؤولة عن حمايتها. السودان تفضل حسب اتفاقية الحكم الثنائي اللي هي مصر وبريطانيا يحكم السودان. طب ما بريطانيا التحفظات الأربعة دول لما تقول إنها هتدافع عن مصر يبقى ده خضوع مصر برضو للحماية البريطانية. عشان كده نقول إن تصريح 28 فبراير لم يعطي استقلال حقيقي لمصر. أعطى لمصر استقلال منقوص، مش استقلال كامل. لكن قدرنا نستفيد منه؟ آه. قدرنا نطلع منه بشوية في حاجات؟ آه. اسمع النتائج بتاعته. نتائج تصريح 28 فبراير إن فؤاد أعلن نفسه ملك على مصر. مصر دولة مستقلة، مصر مملكة مصرية. عشان كده اللي بيتولى أمورها يطلق عليه لقب ملك، ففؤاد أعلن نفسه ملك. رجعنا مرة تانية وزارة الخارجية المصرية، مع مصر دولة مستقلة لها علاقات خارجية مع كل دول العالم. الأهم بقى من كده إن في التوقيت ده كان في وزارة اسمها وزارة عبد الخالق ثروت باشا. وزارة عبد الخالق ثروت باشا قامت جاية عاملة لجنة من 30 عضو بيمثلوا كل طوائف الشعب المصري وكل قياداتها، وقعدوا مع بعض وعملوا دستور من أجمل الدساتير في تاريخ مصر، وهو دستور 1923. دستور 23 يعني ايه دستور الاول يا مستر؟ عايز افهم. اقول الدستور ده القانون، والدستور لما بيتطبق في بلد يبقى البلد دي عندها سياده القانون، بتبقى دوله متقدمه، دوله متحضره، مجموعه قوانين احنا بنمشي عليها. دستور 1923 اللي كاتبه بشر، وطبال في حاجه البشر كتبوها بايديهم، يبقى فيها مزايا ولازم هتلاقي فيها عيوب، فيها ايجابيات فيها سلبيات. فدستور 23 رغم أنه كان لديه مزايا إلا أنه لم يخلو من العيوب. إيه مزايا دستور عام 1923؟ أقول لك، ده كان خطوة في تاريخ مصر بتقول إن مين الذي يحكم البلد، مين مصدر السلطة؟ الأمة المصرية، الشعب المصري. خلي بالك في التوقيت ده ما كانوش بيقولوا كلمة الشعب، دايما كانوا بيقولوا الأمة، إن الأمة هي مصدر السلطات. وحط نهاية للحكم المطلق، ما عادش الملك هو اللي بيتحكم في كل حاجة في البلد. كمان الدستور ده اكد على ان كل المصريين كلهم زي بعض، كلهم متساويين، كلنا زي بعض في الحقوق والواجبات، كل المصريين متساويين. دي اكتشايفها ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه يا مستر. جميل. تعال نروح بقى للسلبيه. ايه السلبيه؟ ان ادى الملك سلطه، ان الملك لو دخل البرلمان، البرلمان اللي هو بيعبر عن الشعب، اللي هو شبه دلوقتي عندنا مجلس النواب او بنقول عليه مجلس الشعب، لو دخل البرلمان من حقه ان ممكن يلغي كل البرلمان وكل الأعضاء الموجودين ويطالب أن يتعمل انتخابات من أول وجديد. فكان من حق الملك حل البرلمان إلغائه خالص وأن يعمل انتخابات من أول وجديد. رغم كده ورغم السلبية دي إلا نعتبر أنه كان كويس جدا في تاريخ مصر. ودايما بعد الدساتير ما بتتعمل لازم يتم إجراء انتخابات بشكل جديد في تاريخ مصر. تم إجراء انتخابات. مين أقوى حزب نزل؟ حزب الوفد المصري اللي كان جمع توكيلات، اللي كان برئاسة سعد زغلول، ده أكتر ناس ليهم شعبية كبيرة جدا وكل الشعب بيحبهم. فاز حزب الوفد بالأغلبية. الحزب اللي بيفوز لازم هو اللي يشكل الحكومة، يعني يشكل عند الوزارة. فسعد زغلول هو اللي بقى رئيس وزراء وهو اللي جاب الوزارة. طيب الوزارة دي جاية باختيار من الملك ولا اختيار من الشعب وانتخابات؟ لا، اختيار من الشعب والانتخابات. عشان كده الوزارة دي اللي هي وزارة سعد زغلول بين قوسين كده بنقول عليها وزارة الشعب. لما فاز حزب الوفد بالأغلبية شكل سعد زغلول أول وزارة برلمانية عرفت باسم وزارة الشعب. الوزارة شهر 2-3-4 قعدت فترة من الأشهر في تاريخ مصر. شوية بتحصل واقعة. السيرلستاك. مين السيرلستاك؟ أقول لك أنا. أنت خدت معايا في حلقة من الحلقات
مصر تحت الاحتلال البريطاني ان بريطانيا كانت عايزه تضعف الجيش المصري وعايزه تسيطر عليه، فخلت الجيش المصري عدده 6000 جندي، واللي بيتولى قياده هذا الجيش ضابط بريطاني. السيرليستاك كان القائد العام للجيش المصري، هو الضابط البريطاني المتحكم في الجيش المصري، وفي نفس الوقت كان الحاكم العام للسودان. الحركه الوطنيه اغتالت السيرليستاك، بريطانيا افتعل غضبها، وقام جاي المندوب السامي البريطاني في الوقت ده وقام قدم احتجاج لسعد زغلول بما انه رئيس الحكومه، وطلب في الانذار البريطاني ده ان يتم سحب الجيش المصري من السودان، يعني معنى الكلام ده ان بريطانيا بس هي اللي هتسيطر على السودان. سعد زغلول رفض، مش انا بعد وطنيتي وتاريخي الوطني وكفاحي من اجل الوطن ادي امر بسحب الجيش المصري من السودان، مش هعمل الكلام ده، وادي استقاله. طب نجيب مين تاني؟ قاموا جايبين واحد اسمه زيور باشا. زيور باشا اوعى تقولها اوعى تنطقها زيور. زيور ده لما واحد بياكل كده والاكل وقف في زوره، ده اسمه زيور باشا. زيور باشا كان رئيس مجلس الشيوخ، هو اللي شكل الحكومه، هو اللي قبل الانذار البريطاني، وهو فعليا عندي قام بسحب الجيش المصري من السودان. روح ايام تعالي ايام، نوصل لسنه 1930، يجي شخصيه اسمها اسماعيل صدق يتولى رئاسه الوزاره. اسماعيل صدقي تحس انه كان شخصيه منافقه للاسف، انا بتهم يعني انا بتكلم تاريخيا موقفه بيقول كده مهما كان تاريخه. ليه بقى عمل اسماعيل صدقي؟ اسماعيل صدقي شايف ان دستور 23 بيدي سلطات للامه المصريه وبيقلل في سلطات الملك، فيروح للملك فؤاد. الملك فؤاد، ايه رايك دستور 23 ده مفهوم؟ مفيش سلطات ليك يا ملك، انا عايز ادي لك سلطات، انا هعمل لك دستور 30. دستور كام؟ 1930. الدستور ده بيدي سلطات اكبر للملك ويهدر سلطه الامه. يبقى اسماعيل صدقي انحاز للملك ولا انحاز للامه والشعب المصري؟ انحاز للملك، لان عمل له دستور 1930 الذي يعطي للملك مزيدا من السلطات ويهدر سلطه الامه المصريه. لكن الشعب المصري زي ما قلت لك شعب واعي، الشعب المصري رفض دستور 1930 وبدأ يعمل مظاهرات ومظاهرات ومظاهرات لحد ما الملك فؤاد استجاب ولغى دستور 1930 وأعاد العمل مرة أخرى بدستور عام 1923، ورجع دستور 1923. الفترة دي في تاريخ مصر كان فيها أحزاب كتير، الأحزاب هي اللي بتعبر عن الحياة السياسية أو بتمثل الشعب المصري، لكن للأسف الأحزاب دي كان عندها مشكلة جامدة. إيه هي بقى؟ حقيقة الأحزاب تعبر عن الأمة أو تعبر عن الشعب المصري، لكن للأسف أغلبية الأحزاب دي كانت عاملة زي إيه؟ في حاجة اسمها أولاد عرايس الماريونات. العرايس دي اللي بتتحكم فيها بإيدك وتبدأ أنت تحركها بإيدك فأنت المتحكم فيها. فالأحزاب دي كانت حاجة من الاتنين، يا إما في مجموعة من الأحزاب كانت بإيد الملك وبتتعامل مع الملك ولما بتنجح ان هي تتولى السلطه بتحقق مصالح الملك، وفي احزاب تانية كانت تحت سيطره الاحتلال البريطاني وكانت بتنفذ رغبه بريطانيا. طب وايه هي مصالح الشعب؟ بغض النظر عن مصالح الشعب، ما كانش بيهمهم للاسف مصالح الشعب المصري. عشان كده بنقول ان الفتره دي في تاريخ مصر ان الاحزاب دي لم تؤدي الى اصراء الحياه النيابيه، لم كسر احزاب كتيره جدا ولكن لم تفيد مصر باي شيء. اتمنى تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، ان شاء الله باذن الله الحلقه الجايه هنكمل من اول معاهده 1936 لحد بدايات ثوره 23 يوليو 1952. كان معكم معلم اول مستر محمد نور محمود كمون من منصه السكولة التعليميه. ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير لقناه السكولة.